المكارم والمروة هي غذاء روح الأخوة، ديننا ونهج النبوة قال نشر الخير غاية. بالعمل والجد نكدح وكل كلمة حق نصدح، خلي من يهجو ويمدح، دم نشر الخير غاية، دم نشر الخير غاية. صديقي أمنياتك فيها تغيير حياتك، بس أحفظ ذكرياتك لأن حفظ عهد غاية. حاول وحاول تجمل اصبر ولازم تحمل انت لو تجلس. يا صديقي أمنياتك فيها تغيير الحياة، تعرف ان الخير غاية. لو تقاسمنا المواجع كل ما سالت مدامة.